للاهلي طبعا طبعا. اشمعنى يا يعني كابتن احمد؟ الزمالك بالمستوى اللي الزمالك فيه في الوقت الحالي اللي انا شفته في المباراتين اللي فاتوا تمام؟ اعتقد ده مستوى ما يخليش الزمالك حتى يجيب كره في العرض الماتش الجاي. مش بس يسجل هدف، انه ما يجيبش حتى كره في العرض. ما يجيبش فرصه في العرض. بقول لك لو في لعيبه ثانيه هتشارك هم جاهزين بس ما خدوش، ممكن الامر يختلف. انما لو باللعيبه اللي شاركت في المباراتين اللي فاتوا مع الزمالك دول، اعتقد الاهلي الزمالك مش محتاج انه يسافر السعوديه عشان خاطر المباراه. مش محتاج يسافر السعوديه. اتكلم يالا عادل يالا، اتكلم بادب لو سمحت، اتكلم بادب يا ولد. لو سمحت اذا مش هحمي، اتكلم بادب يا ولد. اذا مش هحمي المتحدث مش محترم اجي لو سمحت. قالوا ايه علينا جول او قالوا شارب ايات؟ انا يا برشم. انت مبرشم؟ ايوه المصحف مبرشم. المصحف ده كده عظمه قوي. اسكت 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 اسكت، انا بقول لك اسكت. معلش الدنيا زي الخياره، يوم في ايدك ايه لا ويوم في ايدي. حسكم عينكم اشوف حد فيكم في اي حته، ونفسي دلوقتي حد يبربش لي بس بعينيه. ده انت طايح قوي. ربنا ربنا يخرب بيت اللي زعلك يا شيخ. بتقول ايه؟ وبشركم بسنه سودة. حكيت معايا اديك 100 قلم. انا جيت. لو عجبتكم فكرة الفيديو اضغطوا لايك للفيديو، وطبعا انا عارف رياكت الضحك هيكون للركب على الفيديو بتاع النهاردة، تحفيل على طبعا تصريحات احمد بلال قبل ماتش الاهلي والزمالك، فانتوا قدها وتقدروا توصلوا الفيديو لاعلى التفاعل، لايكات مشاهدات طبعا مشاركات يعني على الجروبات كلها. طبعا انا عارف هيكون الزملكاوية هم اللي هينوروا التعليقات، وطبعا الاهلاوية، لكن الزملكاوية طبعا هم الف مبروك ليهم، فازوا كأس السوبر الافريقي واستحقوا حقه بسبب سوء اداء من الاهلي. وطبعا عاوزين زي ما قلت لكم الفيديو يوصل لتفاعل كبير علشان يكون في فيديوهات بعدين على نفس الفكره، لما يكون في حدث برضو ما بين الاهلي والزمالك او مباراه للزمالك لوحدها او الاهلي لوحده.